الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع المكثف بحق يعني مثال على التوازن العام، example on the general equilibrium. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. يحتاج إلى انتباه وتركيز على المعلومات الواردة فيه. الآن نتصور في هذا المثال حالة المنشأة في السوق التنافسي التامة. هناك منشأتين في السوق التنافسي التامة، perfect competition. أن هناك منشأتين كما ذكرت، two firms، تختص الأولى ببيع التفاح X مثلا، والأخرى تختص ببيع البرتقال. لدينا الآن سلعتين، الآن هذه X التفاح وY البرتقال. والآن سنمثل كل هذه البيانات والمعلومات والأفكار والمبادئ التي سأذكرها لاحقا على شكل رسومات بيانية والتفاعل في السوق. الآن هنا على المحور الأفقي بالنسبة للتفاح، الآن هذه الكمية المطلوبة والمعروضة من التفاح على المحور الأفقي، هنا سعر التفاح. وعندما يتقاطع منحنى الطلب على التفاح مع منحنى العرض على التفاح، الآن عند هذه النقطة، الآن هذه النقطة تتكون من الزوجة المرتبة اللي هي الكمية التوازنية. لنفترض بأن الكمية التوازنية كانت 10 مقابل السعر التوازني 5. الآن هذا في حالة السوق التنافسي التامة. كيف الآن ينعكس هذا التوازن، الكمية التوازنية والسعر التوازني، على سلوك المنشأة؟ المنشأة الآن لدينا على المحور الأفقي الكمية المنتجة، هنا الكمية المطلوبة والمعروضة، لكن هل الكمية المنتجة من قبل المنشأة؟ وهنا على المحور العمودي عندي سعر بيع السلعة، الكلفة الحدية ما يسمى بالمارجنال كوست، الإيراد الحدي اللي هو مارجن ريفينيو، ومتوسط التكاليف الكلية الأفريج توتال كوست. تعرف المنشأة التنافسية الآن فقط عادة باللونج ران أو بالأمد الطويل، المنشأة أو صاحب المنشأة لا يغطي فقط إلا متوسط تكاليف الكلية بما فيها كلفة الفرصة البديلة لصاحب المنشأة، أو يعني بدل التعب الذي والجهد الذي يبذله في إدارة هذه المنشأة. فمقابل السعر 5 هنا، هذا السعر 5 هنا هو نفسه السعر في X1 يساوي 5، يعني الكمية الأولى، وتساوي المارجن ريفينيو وتساوي مكافأة للديمان كيرف. هنا هذا هو السعر، لاحظوا الآن بتقاطع مع المارجن كوس، هذا منحنى المارجن كوس بيكون مرتفع ثم يأخذ بالهبوط ثم يرتفع بعد ذلك. فالآن عندما يتقاطع المارجن كوس اللي هو الكلفة الحدية، منحنى الكلفة الحدية مع منحنى الإيراد الحدي اللي هو السعر في الحالة التنافسية التامة، عند هذه النقطة هذه الكمية هي 10 كما ذكرنا. والآن كيف يعني الآن نفسر الأرباح في هذه الحالة؟ نتصور بأن متوسط تكاليف الكلية، هذا المنحنى متوسط تكاليف الكلية في الأمد الطويل يلتقي الآن عند نقطة النهاية الدنيا له. لاحظوا للمارجنال كوست يقطع متوسط تكاليف الكلية عند نقطة النهاية الدنيا له وبلتقوا مع السعر. فهذه النقطة بتقول لي على أنه هنا الأرباح هي أرباح عادية، أرباح عادية. الشيء ذاته الآن بالنسبة لسوق البرتقال، هنا نتحدث عن سوق التفاح، الآن سوق البرتقال نفترض بأن الحالة كانت كما يلي. هذا الآن الكميات المطلوبة والمعروضة من التفاح على المحور الأفقي، أسعار التفاح، أسعار البيع يعني والشراء، وهذا الآن منحنى الطلب على التفاح، البرتقال هذا منحنى الآن كمية مطلوبة والمعروضة من البرتقال، سعر البرتقال، وهنا منحنى الطلب على البرتقال ومنحنى العرض على البرتقال قاطعوا عند هذه النقطة. لنفترض بأن الكمية كانت 20 مقابل السعر كان 7 على سبيل المثال. الآن كمان كيف ينعكس هذا الكلام كلياته على سلوك المنشأة في السوق التنافسي التام؟ نتخيل الشيء ذاته أنه المحور الأفقي بمثل لي الكمية المنتجة من البرتقال هنا مقابل الآن السعر، وسعر بيع البرتقال، المارجنال كوست للبرتقال، المارجن ريفينيو اللي هو الكلفة الحدية للبرتقال والإيراد الحدي للبرتقال ومتوسط التكاليف الكلية للبرتقال. فهذا الآن هو السعر برايس الأورنج، سعر البرتقال يساوي 7 كما ذكرنا هنا 7، وهو يكافئ ويساوي
الإيراد الحدي، هون الكلفة الحدية والإيراد الحدي، وتساوي بالحالة هاي الديماند كيرف. هنا الآن منحنى التكاليف الحدية يتقاطع عند هذه النقطة هنا، هذه النقطة بتقول لي إنه الكمية 20 مقابل السعر 7. وكذلك الأمر اللي عندي فيه عندي متوسط تكاليف كلية الأفريج توتال كوست للبرتقال، إذا هنا بتكون الأرباح عادية كذلك الأمر. لنفترض لأي سبب من الأسباب الآن توجه المستهلكون نحو استهلاك التفاح أكثر، باعتبار يعني هكذا يعني نتصور الحالة بأن البرتقال بديل للتفاح والتفاح بديل للبرتقال، كأنما يعني نتصور حالة أن سلعة التفاح هي بديلة لسلعة البرتقال. نتيجة لأسباب معينة، ذوق المستهلكين أفضلياتهم، الآن زاد الطلب على التفاح. فنفترض أنه الآن المنحنى من على المنحنى الطلب على التفاح انتقل من D1 DX1 إلى DX2 هنا، وبالتالي نقطة التقاطع الجديدة هذه أدت إلى أنه زيادة الكمية التوازنية من التفاح من 10 إلى 15. هذا يعني بأن الأسعار كذلك الأمر ارتفعت مثلا من 5 إلى 8. بده ينعكس الآن على سلوك المنشأة التنافسية في السوق التنافسية التامة، هذا السعر اللي هو 8 كما ذكرنا، ما يعني الآن نقطة التقاطع الجديدة بين المارجنال ريفينيو اللي هو 8 والسعر وهو الديماند كيرف مع المارجن كوست عند هذه النقطة، هذه نقطة الآن الالتقاء الجديدة، وبالتالي الكمية لنفترض أنها طبعا تنعكس من 10 إلى 15 كما ذكرنا، فستنعكس هنا على المنشأة من 10 إلى 15، ما يعني بأن الآن هذه المنطقة هي الأرباح الاقتصادية، أي أن الآن المنشأة انتقلت نتيجة لهذا السلوك من المستهلكين بأنهم فضلوا التفاح على البرتقال، زاد الطلب على البرتقال، فإن ذلك قد أدى إلى ارتفاع الأرباح التي تحققها المنشأة التنافسية اللي هي للتفاح من أرباح عادية عند 50 إلى أرباح اقتصادية فوق 50 هنا. هاي المساحة. الذي يحدث بالوقت نفسه أنه الآن الديماند كيرف، لأنه انخفاض زيادة الطلب على البرتقال، التفاح، بعتذر، زيادة الطلب على التفاح أدى لانخفاض الطلب على البرتقال، ما يعني الآن نقطة التقاطع الجديدة والتوازن الجديد هي الآن، لنفترض بأنها كانت أمام الآن السعر 4 والكمية 13، إن بقيت الأمور كما هي سيتروس باريبس كما نقول، فالسعر بيكون 4، هذا السعر 4، هذا يؤدي إلى أن نقطة التقاطع الجديدة 4 هنا مع المارجنال كوست هي عند هذه الكمية هي 13، هذه 13 بتكلفني بالمتوسط أكثر بكثير من سعر البيع، ما يعني الآن بأن هذه المنطقة تمثل ما يسمى بالخسائر الاقتصادية، خسائر اقتصادية. لابد أن نذكر بأن زيادة الطلب على التفاح ثم زيادة الأرباح من التفاح، هذه الحالة تؤدي إلى ماذا؟ حالة الدخول إلى السوق. حالة الدخول إلى السوق بمعنى آخر ستشجع منتجين آخرين للدخول إلى السوق، وبالتالي ما الذي سيحدث؟ الذي يحدث أنه الآن يؤدي إلى زيادة هون طبعا حالة خروج من السوق، هذه الآن هذه المنشأة إن بقيت الأمور كذلك الأمر ستخرج من السوق، وإذا بقيت الأمور هكذا فستؤدي هذه الحالة اللي هي زيادة الأرباح أو يعني تحولها من أرباح عادية بسيطة تغطي فقط كلفة الفصل البديلة إلى أرباح اقتصادية، يعني اكس بروفيت أو بنسميها احنا اكونوميك بروفيت ابنورمال بروفيت، هذه إذا استمرت كذلك الأمر فإن ذلك سيؤدي إلى دخول منتجين آخرين في الأمد الطويل، فبده ينتقل الآن منحنى العرض للتفاح من S1 من SX1 إلى SX2. ما الذي يحدث بالأمد الطويل؟ ستعود الأرباح الآن هذه الأسعار من ستنخفض وتعود إلى سابق عهدها، إلى عهدها السابق هنا من 8 إلى 5، وبالتالي العودة إلى الأرباح العادية بصرف النظر عن الكمية، ربما ستبقى الكمية 15 أو أكثر شوية، لكنها بلا محال بالأمد الطويل ستعود الأرباح إلى أرباح عادية. هذا هو نتيجة للتنافس
والأفضلية من قبل المستهلكين، وهي حالة مثلى نتحدث عنها حول ما يسمى بالتوازن العام. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة لكم جميعا أحبتي، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.